مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا هاي القطرات ايفرامكتين، هاي تركيزها 1%، ومرات يجي تركيز نص بالمية، 5%. هاي التركيز 1% للطيور، الكناري، الحمام، الدجاج. هاي تستخدم للكناري مثلا قطرة واحدة على الرقبة، وللحمام قطرتين على الرقبة، وللدجاج قطرتين على الرقبة وقطرة يم الذيل مالتها. هاي تعالج لك جميع أنواع الديدان والطفيليات الخارجية خارج الجسم، يعني هاي تستخدمها مرة كل 14 يوم، وتستخدم للطيور الصغيرة كالكنار المغرد والطيور الحب والفناجس، همينة للفاش الرئوي، ونفس الاستخدام يعني قطرة على الرقبة وتعيدها كل 14 يوم. والله يحفظكم إن شاء الله.